وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه النسائي وإسناده صحيح. قال: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. هذه الرواية جاءت مطلقة هكذا: من قرأ سورة الكهف، وهذا مطلق في الزمان. ثم جاءت مطلقة: كانت له نورا إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى تقييدها بيوم الجمعة، وعن أبي سعيد أيضا، فقد روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا الأثر عن أبي سعيد صحيح وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا عن أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذا تنبهتم فعندنا هنا أمور ينبغي أن ننبه عليها. الأمر الأول أن الرواية التي قرأناها أولا من قرأ سورة الكهف، والروايات الأخرى من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، والرواية الأخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وهذا يشمل الليلة والنهار، وليلة الجمعة تبدأ من مغرب يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس دخلنا في الجمعة، وهذه ليلة الجمعة، ويستمر إلى عصر، إلى مغرب الجمعة. فمن قرأ سورة الكهف في هذا الوقت حصل له الفضل. قال العلماء المحققون: والأحوط أن يكون في النهار، يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ولا يخص هذا بوقت من الجمعة. بعض المسلمين يظن أن هذا خاص بما قبل الظهر، فإذا لم يقرأها قبل صلاة الجمعة لا يقرأها بعد هذا، وهذا خطأ، بل يشمل كل اليوم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الحديث الذي قرأناه أولا من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة، إذن هذا الزمن مطلق إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي رواه البيهقي أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهذا زمن مقيد. قال أهل العلم: المراد بالحديث الأول المواظبة على قراءتها في كل جمعة، فإذا واظب على قراءتها في كل جمعة أضاء له من النور إلى يوم القيامة، لأنه من الجمعة إلى الجمعة يضاء له، فإذا واظب كان ذلك استمرارا لعمله. قال: ومن قرأ 10 آيات من آخرها، أي من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال لم يضره.
جاءت هذه الرواية عند مسلم، وجاء عند مسلم أيضا من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف. إذن جاءت الرواية في الحفظ من الدجال بقراءة 10 آيات الأول من سورة الكهف، وجاءت بقراءة 10 آيات الأواخر من سورة الكهف. والصحيح أن الفضل حاصل بالاثنين، فيحصل بهذا ويحصل بهذا. وقال بعض أهل العلم إن المراد الترغيب في حفظ سورة الكهف كلها، فيحفظ السورة كلها. وقد جاء في رواية مسلم من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف، فبينت القراءة هناك أن المراد بها الحفظ، أن المراد بها الحفظ. قال العلماء: والصيانة من فتنة الدجال تحصل للمسلم بأمرين في هذه الآيات. الأمر الأول أن يقرأهما ويحفظهما، يعني يحفظ هذه ويحفظ أواخر سورة الكهف. الأمر الثاني إذا لقيه، ونعوذ بالله من لقائه، إذا لقيه يقرأ عليه هذه 10، فإذا قرأ عليه 10 عصم من فتنته، عصم من فتنته. وقد ورد هذا في حديث صحيح.